يكون درس ديال الرياضيات اليوم على يخص العمليات الأربع المستويات الرابع والخامس والسادس. على بركة الله نبدأ عمليات الضرب. عمليات الضرب عندنا عمليات الضرب رقم واحد، وهنا عمليات الضرب رقم بجوج ديال الأرقام. نبدأ عملية الضرب اللي برقم واحد، غناخدو بعدا في الأول كنكتبو العملية على هاد الشكل، كنكتبو واحدة تحت الوحدة العشرة تحت العشرة الوحدة تحت الوحدة العشرة تحت العشرة المئة تحت المئات. على بركة الله نبدأ جوج في أربعة ثمانية، نكتبو ثمانية هنايا. جوج في ستة 12، نكتبو جوج ونحتفظو بالواحد اثنين. جوج في ثلاثة 6 زائد الاحتفال 7، هي العملية الأولى كملات. ندوزو العملية اللي فيها جوج ديال الأرقام. خمسة في واحد 5، خمسة في خمسة 25، كنكتبو الخمسة ونحتفظو بالاثنين. الاحتفاظ كنديرو قدامنا ولا جنبنا ماشي مشكل، المهم اننا ما ننساوش الاحتفاظ. خمسة في جوج 10 زائد جوج 12، كنديرو اثنين ونحتفظو بالواحد. خمسة في أربعة 20 زائد واحد 21، كنديرو النقطة هنايا وعاد كنزيدو الرقم الثاني. ثلاثة في واحد 3، ثلاثة في خمسة 15، كنكتبو الخمسة وكنحتفظو بالواحد. ثلاثة في جوج 6 زائد الاحتفال 7، ثلاثة في أربعة 12، واحد جوج. من بعد كنديرو عملية الجمع، شوفو وحدات تحت وحدات العشرة تحت العشرة باش كلشي كيجي منظم باش كتجيك العملية صحيحة. خمسة زائد لا شيء هنا بحال اللي كينصغر، خمسة زائد لا شيء كتعطينا خمسة، خمسة زائد ثلاثة 8، حسن جدا. اثنان زائد خمسة 7، واحد زائد 7 8، اثنان زائد اثنان 4، لا شيء زائد واحد كيعطينا واحد. هي العملية الأولى، النتيجة الأولى والنتيجة الثانية. نمر إلى عملية الطرح. وصلنا من عملية الضرب إلى عملية الطرح. عندنا العملية الأولى، العملية الثانية، العملية الثالثة. عندنا ثلاثة ديال العمليات. نبداو بالعملية الأولى. 8 ناقص 6 تساوي 2، 2 ناقص 0، 2 ناقص لا شيء يعني كتساوي لنا 2، 7 ناقص 2 كتساوي لنا 5. هي العملية، شوف حيت كتبنا وحدات تحت الوحدات العشرة تحت العشرة المئات تحت المئات، جاتنا العملية ساهلة. ندوزو العملية الثانية، 7 ناقص 8 لا يمكن، يعني ميمكنناش نقصو عدد صغير من عدد كبير، يعني غادي ناخدو نقولو 17 وردو الاستلاف هنايا، كنسالفو كنردو السالف. 17 ناقص 8 تساوي 9، هنا عندنا واحد وهنا عندنا واحد زائد أربعة هي خمسة، اللي واحد ناقص خمسة لا يمكن، ناخدو نقولو 11، وهنا ناخدو السالب. 11 ناقص خمسة تساوي 6، عاوتاني هنا عندنا 3 ناقص 6 لا يمكن، غادي ناخدو نقولو 13 ناقص 6 تساوي 7. 4 ناقص 4 لاحقاش عندنا 1 زائد 3 تساوي 4، 4 ناقص 4 تساوي 0، هي الخارج هو 769 522. نمر الى العمليه الثالثه. العمليه الثالثه عندنا 4301 ناقص 6210. هنا واش غنبداو العمليه؟ مثلا حنا نبداو العمليه 1 ناقص 0 عندنا 0، وهنايا 0 ناقص 1، ولكن واحد الفخ هنايا كنتمنى تكونوا عرفتوا انه عدد اللي كنقصوا هو عدد صغير، كنقصوا من عدد كبير، اللي ما يمكنش، يعني ما يمكنش نقصوا عدد كبير صغير من عدد كبير، يعني العمليه خاطئه. كنتمنى تاخذوا بعين الاعتبار هذه، حيت يمكن يكونوا فخوخ في المحادثه ان شاء الله ولا شي حاجه. ندوزو من عمليه الطرح لعمليه الجمع. عمليه الجمع عندنا عملية الأولى وعملية الثانية.
العملية الأولى 6345 زائد 32 للعملية ديال عملية الجمع. نديرو خمسة دائما كنبداو من الأعلى اللي على اليسار، خمسة زائد اثنان سبعة، أربعة زائد ثلاثة سبعة، ثلاثة زائد لا شيء ثلاثة، ستة زائد لا شيء ستة. هي العملية عطتنا 6377. ندوزو العملية الثانية هي 5026 زائد 7996. ناخدو 6 زائد 6 تساوي 12، نكسبو 2 ونحتفظو بالواحد. 1 زائد 2 تساوي 3، يعني 3 زائد 9 تساوي 12. ناخدو 2 ونحتفظو بالواحد. عندنا 1 زائد 9 تساوي 10، نديرو الصفر نحتفظو بالواحد. عندك 1 زائد 5 تساوي 6، 6 زائد 7 تساوي 13. 3 1 هي العملية ديال الجمع الأولى والعملية الجمع الثانية. نتمنى من الله تكون فهمت. ندوزو لعملية القسمة. عملية القسمة عندنا عملية القسمة غير بعدد واحد، قسمها على عدد واحد. عندنا ثلاثة الأرقام، هنا عندنا أربعة ديال الأرقام. أولا باش كنبغيو نبداو عملية القسمة كناخدو عندنا 240 مقسوم على 6. عندنا عدد واحد هنا نورمالمون ناخدو عدد واحد هنا، ولكن 2 مقسوم على 6 لا يمكن، يعني ميمكنناش نقصو عدد صغير من عدد، نقسمو عدد صغير على عدد كبير. إذا غناخدو رقمين اللي هو 24. 24 مقسوم على 6، 24 كان فيها من ستة، أو شنو هو العدد اللي كنضربوه في ستة وكيعطينا 24؟ لحظة جوج والضرب غتجي سهلة، يعني أربعة، أربعة في ستة تساوي 24. ناخد بحال هكا، ناخد وحدة تحت وحدة، كنديرو عملية الناقص. أربعة ناقص أربعة صفر، واثنان ناقص اثنان صفر، قالينا في الآخر صفر. غنزلو هاد الصفر اللي كاين هنا مقابل، غنزيدو صفر هنايا، يعني عطاتنا العملية الباقي صفر والخارج أربعة. أولا قبل ما نبداو بغيت نعرفكم هذا المقسوم، هذا المقسوم عليه، هنا الباقي وهذا الخارج، هادو مكونات القسمة. ندوزو القسمة الثانية، 2452 مقسومة على أربعة. كما تعودنا أننا ناخدو مثلا ناخدو هنا رقم، يعني اثنان مقسومة على أربعة لا يمكن، يعني ضروري ناخدو رقمين. يعني 24 مقسومة على 4 كم؟ 24 كم فيها من 4؟ أو شنو هو العدد اللي كنضربو في 4 وكيعطينا 24؟ هو العدد 6. 6 في 4 24. 4 ناقص 4 صفر، 2 ناقص 2 صفر، باقي صفر. ننزلو بالخمسة. 5 مقسومة على 4، كم من 5 كم فيها من 4؟ فيها واحد، نكتبو واحد هنا. واحد في أربعة أربعة، نقصوها من خمسة. خمسة ناقص أربعة واحد، نزلو بالعدد اثنان. تي كنكملو الأعداد اللي عندنا، 12 مقسومة على 4، 12 كم فيها من 4؟ ولا شنو هو العدد اللي كنضربو في 4 كيعطينا 12؟ أوتوماتيكمون غيكون العدد 3. 3 في 4 تساوي 12. ناخذ 12 نكتبوها هنايا، ناقص 2 ناقص 2 صفر، 1 ناقص 1 صفر، يعني الباقي خرج لينا صفر. فاش يخرج لك الباقي اصغر من المقسوم عليه العمليه صحيحه، ملي يخرج لك اكبر عرف العمليه عندك راه غلطه. هذه هي القسمه على عدد واحد، ثلاثه الارقام واربعه ارقام. كنتمنى من الله تكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله تسناو مني فيديو واحد اخر.